ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنبدأ ان شاء الله نحل مع بعض lesson 3 في chapter 2، الجزء الاولاني بتاع الفوليومتريك اناليسيز. اول سؤال بيقول لي on mixing 8 ملي of 1 molar copper sulfate solution with 6 ملي of 1 molar sodium carbonate solution a reaction occurs according to the equation. التاني equation balanced دي اللي بجيب منها الريشيو بتاعت النمبر اوف مولز بتاعي، واداني الكالر بتاع كل رياكتنت وكل برودكت، وبيقول لي ات ذا اند اوف ذا رياكشن اتس نوت ذات، وايه بقى الكالرز المتبقيه وايه اللي خلصت. طيب هو حط لي 8 ملي من 0.1 مولر كابر سولوشن، ممكن نشتغل بطريقة لوجيك شوية أحسن ما نقعد نشتغل بالرولز وام 1 ويون والقصة دي. طب ما أنا عندي هنا في 1 مول دخل عمل رياكشن مع 1 مول، خرجوا لي 1 و1، يبقى دي الريشيو بتاعتي 1 تو 1. طب حضرتك داخل بقد ايه كابر سلفيت وبقد ايه صوديوم كربونات؟ داخل ب 8 مللي من 1 مولر كوبر سلفيت. احنا اتفقنا ان المولاريتي يعني الكونسنتريشن يعني النمبر اوف مولز اوفر فوليوم، يعني لو انا عايز احسب النمبر اوف مولز هعمل المولاريتي تايمز الفوليوم بشرط ان يكون الفوليوم ان ليترز. طيب ال 8 مللي دول يعني 0.008 لتر تايمز 1 مولر ب 0.008 مول من الكوبر سلفيت، حطيت عليهم 6 ملي يعني 0.006 لتر من 1 مولر صوديوم كربونات يعني 0.006 من الصوديوم كربونات. طيب انا كده الرياكتنس اللي حطيتها مش المفروض عشان هما الاثنين يخلصوا مع بعض تكون الريشيو 1 تو 1؟ يعني 0.006 من الصوديوم كربونات دول هيخلصوا مع 0.006 من الكوبر سلفيت، ويتبقى لي 0.002 من الكوبر سلفيت ان رياكتد. يعني بعد الرياكشن ما يخلص هلاقي شويه كوبر سلفيت لسه موجودين وما عملوش رياكشن اللي هم 0.002 مول. يبقى انا ات ذا اند اوف ذا رياكشن هلاقي جرين كلر بتاع الكوبر كربونات، وهلاقي البلو كولر بتاع الكوبر سلفيت اللي لسه ما عملش رياكشن اللي هم 0.002. طب هو ليه لسه ما عملش رياكشن؟ لان الايه الصوديوم كربونات خلص، ما انا عندي 0.006 من الصوديوم كربونات خلصوا مع 0.006 من الكوبر سلفيت، واتبقى لي 0.002 مول من الكوبر سلفيت ان رياكتد، فهلاقي لونهم لسه موجود. يبقى انا هلاقي جرين بريسبتت وهلاقي بلو سولوشن موجودين عندي. In pure sample of calcium hydroxide whose mass is 5 gram is titrated with a solution of monoprotic strong acid, its volume is 25 milli and its concentration 0.5 molar, what is the percentage of calcium hydroxide in this sample? Monoprotic acid يعني acid فيه H واحدة، احنا قلنا قبل كده الكلام ده من أولى ثانوي، مونوبروتيك يعني الاسيد فيه اتش واحدة، دايبروتيك يعني الاسيد فيه 2 اتش، ترايبروتيك يعني الاسيد فيه 3 اتش، ونفس الكلام في البيز مونو بيزك وداي بيزك اللي هو او اتش واحدة و2 او اتش، او مونو هيدروكسيليك وداي هيدروكسيليك. طيب انا عندي كالسيوم هيدروكسيد وزنه مش 5 جرام لان هي ام بيور، يعني انا عندي حبه من الخمسة جرام دول كالسيوم ايه هيدروكسيد، عمل رياكشن مع مونوبروتيك ايه اسيد يعني اتش سي ال بقى ما يهمنيش اتش ايه، المهم ان انا عندي الاسيد بتاعي فيه اتشايه واحده. طب الكلام ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ووتر الاتش مع الاو اتش، وهيطلع لي الكالسيوم ماسك في الاكس. طب عايزين نعمل بالانس، هنا في 2 من الاتش وهنا في اتش واحدة يبقوا 3، هنا 2 بس هنحط 2 يبقى 4، ونحط هنا
2، يبقى انا كده عملت بالانس لعدد الهيدروجين اللي عندي وعدد الاكسجين، فوزن لي الايكويشن كلها، ولسه مش لازم اعرف مين الاكس. طب جبت ريشيو ولا ما جبتش ريشيو؟ جبت ان كل 1 مول من الكالسيوم هيدروكسيد بيرياكت مع 2 مول من الاسيد بتاعي. طب حضرتك داخل بقد ايه من الاسيد بتاعك؟ داخل ب25 مللي من 0.5 مولر. ال25 مللي دول لو عملتهم ديفايد 1000 عشان احولهم لليتر، هيبقى 0.025 لتر. يبقى ده الفوليوم بتاع الاسيد، والمولاريتي بتاعته 0.5. يعني لو عملتهم ملتبلاي هطلع النمبر اوف مولز بتاع الاسيد، يعني 0.025 تايمز النص مولر هيطلع لي 0.0125 مول. طب انا الريشيو بتاعتي كل واحد عمل رياكشن مع 2، كل كام يعملوا رياكشن مع ال 0.0125؟ ممكن نشتغلها كروس مالتيبليكيشن ونعمل ال 0.0125 دي تايمز 1 اوفر 2، هيطلع لي 0.00625 مول من الكالسيوم هيدروكسيد. وانا كده يبقى معايا النمبر اوف مولز بتاع الكالسيوم هيدروكسيد اللي عمل رياكشن. عايز اجيب البرسنتج بتاعته، يعني محتاج اجيب الماس بتاعه، واحنا عارفين النمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. معايا النمبر اوف مولز اللي هو 0.00625. عايز اعرف الماس، محتاج المولر ماس بتاع الكالسيوم هيدروكسيد. هو مديني هنا جيفن اهو CaOH2، يعني واحدة Ca ب40 واتنين O ب32 واتنين H ب2 يعني 74، ويبقى ده المولر ماس. اخد ال 74 المولر ماس دي تايمز النمبر اوف مولز يطلع لي الماس، فطلع الماس عندي 0.4625 جرام. يبقى الماس 0.4625 جرام من كمية قد ايه انا حاططها من السامبل؟ 5 جرام تايمز 100، اطلع البرسنتج. هتطلع 9.25%. What is the mass of sodium hydroxide required to neutralize 100 milli of 0.1 molar HCl solution completely؟ لازم تكتب الرياكشن اللي هتجيب منها النمبر اوف مولز او الريشيو بتاعتك. انت هتحط صوديوم هيدروكسيد على HCl عشان تعمل complete neutralization، فيديك صوديوم كلورايد ووتر، وهنلاقي الايكويشن بالانسد، يعني كل 1 مول هنا بيرياكت مع 1 مول هنا. طيب عايز تشتغل MA VA على NA equal MB VB على NB. انت عندك ال MA وال VA وعندك ال NA واحد وعندك ال NB واحد، بس ما عندكش ولا المولاريتي ولا الفوليوم بتاع الصوديوم هيدروكسيد. فاحنا احسن لنا نشتغلها ريشيو يا جماعة. اولى ثانوي قلنا 100 مرة انها مهمة جدا. انا لو خدت الفوليوم تايمز المولاريتي بتاعت الاسيد اللي هما 100 مللي، هعملهم ديفايد 1000 علشان اطلع الفوليوم بالليتر تايمز 0.1 مولر بتاعت الاسيد. يعني هاخد المولاريتي في الفوليوم، هيطلع لي النمبر اوف مولز 0.01. بناء على الريشيو دي يبقى انا عندي من الصوديوم هيدروكسيد برضه 0.01 مول دخله. انت عايز الماس، النمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. النمبر اوف مولز عندك طلع 0.01، الماس احنا عايزينه المولر ماس بتاع الصوديوم هيدروكسيد، واحده ان ايه وواحده او وواحده اتش،
يعني 23 و16 و1 نعمل لهم addition 23 1 24 و6 30 و10 40. يبقى ناخد ال 40 تايمز ال 0.01 يطلع لي الماس بتاعي 0.4 جرام. الموضوع سهل قوي لو خدناه لوجيك او اشتغلناه ريشيو. طيب 0.6 جرام of monohydric base was dissolved in water to form 25 ملي of a solution. This solution was totally consumed in the titration of 15 ملي of monoprotic acid. Its concentration is 0.1 molar. يعني أنا عندي monohydric base يعني base فيه OH واحدة عمل reaction مع monoprotic acid يعني acid فيه H واحدة, فالX هتمسك في الY يدوني salt والH مع الOH هتديني water وهتبقى balanced لأن الH والO balanced. يعني كل واحد مول من هنا بيعمل reaction مع واحد مول من هنا وهما الاتنين بيخلصوا مع بعض لأن الإيكويشن balanced. عايز المولر ماس بتاعت اليوزد بيز. ماشي, المولر ماس احنا قلنا number of moles equal mass over مولر ماس, وهو هنا مديني الماس. يعني لو جبت number of moles هقدر اجيب المولر ماس. هجيب number of moles منين؟ من الريشيو. الاسيد بتاعك 15 ملي من 0.1 مولر. 15 ملي ديفايدد 1000, ما ننساش نحول الفوليوم لليتر, هتطلع 0.015 تايمز المولاريتي بتاعته 0.1 هتطلع 0.0015 مول. الريشيو هنا 1:1 يبقى ده عدد مولز الاسيد, يبقى قده في عدد مولز من البيز بناء على الريشيو. يبقى انا كده جبت النمبر اوف ايه؟ مولز. النمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. الماس مديهولك 0.06 جرام, وادي النمبر اوف مولز 0.0015. يبقى المولر ماس ايكوال 0.06 اوفر 0.0015 هيطلع 40 جرام بير مول, وابقى جبت المولر ماس بتاع البيز بتاعي. What is the volume of 0.05 مولر sulfuric acid required to completely neutralize 80 ملي of 0.13 مولر sodium hydroxide؟ مش هعرف اعمل اي حاجه من غير ما اكتب الرياكشن بتاعي لان هو اللي بطلع منه الريشيو بتاعتي. ادي السلفوريك اسيد هحطه على الصوديوم هيدروكسيد, هيدينا صوديوم سلفيت. الناس اللي بتنسى تحط 2 مع الصوديوم سلفيت بلس ووتر, وادي البالانس بتاعنا. نحط هنا 2 وهنحط هنا 2, يبقى كل واحد مول من السلفوريك اسيد بيرياكت مع 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد. طب انت داخل بكم مول صوديوم هيدروكسيد؟ 80 ملي من 0.13 مولر. خد المولاريتي اعملها ملتبلاي الفوليوم تطلع النمبر اوف مولز. ما تنساش تحول الفوليوم الى لتر, يعني هتاخد ال 80 ديفايدد 1000 هتطلع 0.08, تعملها تايمز 0.13 عشان نجيب النمبر اوف مولز, يعني 0.0104 مول. طيب لو كل واحد مول بيرياكت مع 2 ودي الريشيو اللي جايبينها من البالانس, يبقى كم مول يعملوا رياكشن مع العدد ده؟ هتعمل كروس مالتيبليكيشن, يعني 0.0104 تايمز 1 اوفر 2 هتطلع لك 0.0052 مول.
جبت ال number of moles. هو عايز الفوليوم بتاع 0.05 مولر H2SO4، يعني ايه 0.05 مولر؟ يعني concentration. يعني ايه concentration؟ يعني عدد المولز اللي دايب بير 1 لتر. يعني انا عندي 0.05 مول دايبين في كل 1 لتر، ده concentration بتاعي. طب حضرتك عندك كم مول؟ 0.0052، يبقوا دايبين في كام لتر وتبقى جبت الفوليوم؟ تاخد 0.0052 تايمز 1 اوفر 0.05، هتطلع لك 0.104 لتر. اختياراتي كلها بالملي، يبقى اعمل تايمز 1000 هتطلع 104 ملي. يتهيألي الكلام ده كده او طريقة الحل دي اسهل لما اقعد اشتغل برولز واسحل نفسي واقعد اعمل بقى في ماجيك ترانجلز والهبل ده. الريشيو هتحل كل حاجة، وبجيب الريشيو منين؟ من البالانسد كيميكال ايكويشن. On mixing equal volumes of sodium hydroxide and H2SO4 solutions, each of 1 molar concentration the produced solution will be A. طيب حضرتك حطيت صوديوم هيدروكسيد على سلفيريك اسيد عشان يديك صوديوم سلفيت ووتر، وما تنساش البالانس. يعني انت كل 2 مولز بتحتاج منهم 1 مول، ودي ريشيو. طب حضرتك مثبت الفوليومز ومثبت الكونسنتريشن، يعني مثبت عدد المولز، يعني حضرتك معامل لهم لي رياكشن ما بينهم وبين بعض بريشيو 1 تو 1، وانا محتاج الريشيو تكون 2 من الايه؟ بيز مقابل 1 من الاسيد. طب حضرتك لو حطيت 1 تو 1 ايه اللي هيحصل؟ مين هيعمل رياكشن ويخلص ومين هيتبقى منه؟ طيب انت كل 2 من البيز علشان تخلص مع 1 مول من الاسيد، يبقى انت عايز الريشيو تبقى 2 تو 1. طب انت لو خليتهم قد بعض مين اللي هيخلص ومين اللي هيتبقى؟ لو انا مشيت على نفس الريشيو اللي المفروض امشي عليها، يعني الواحد ده عشان يخلص محتاج من هنا نص، وانا داخل بواحد فهيتبقى لي النص التاني unreacted لان البيز هيخلص، يبقى السوليوشن بتاعي هيبقى متبقي فيه اسيد ما عملش رياكشن، فالسوليوشن بتاعي هيكون اسيدك. What is the volume of 0.1 molar HCl acid required for the complete reaction with 1 gram of pure calcium carbonate؟ طيب حضرتك هتحط HCl على pure calcium carbonate، الكلام ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي كالسيوم كلورايد و H2CO3، ونحط هنا 2 عشان البالانس. يبقى انت محتاج كل 2 مول من الاسيد يعملوا رياكشن مع 1 مول من الكالسيوم كربونات، يعني الريشيو بتاعتك 2 تو 1. طب انت حاطط قد ايه كالسيوم كربونات؟ 1 جرام. وال 1 جرام دول يطلعوا كام مول؟ number of moles equal mass over molar mass. طيب يبقى احنا كتبنا البالانسد ايكويشن وعرفنا الريشيو، هو داخل لي ب 1 جرام من البيور كالسيوم كربونات، عايز احول الايه ال 1 جرام ده لنمبر اوف مولز عشان اعرف ادخله الريشيو بتاعتي. المولر ماس بتاع الكالسيوم كربونات واحده سي اي واحده سي وثلاثه او، واحده سي اف 40 واحده سي ب 12 وثلاثه او، يعني هعمل 16 تايمز 3 ب 40 يعني 0.8 10 مية، يعني المولر ماس بتاعي بتاع الكالسيوم كربونات هيبقى 100، والماس ب 1 جرام يعني النمبر اوف مولز هيساوي الماس اللي هو ال 1 جرام اوفر المولر ماس اللي هو 100، يعني 0.8
طيب بناء بقى على الريشيو اللي هي 2 تو 1، يبقى انا لو داخل ب 0.01 كالسيوم كربونات هحتاج قد ايه اتش سي ال؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هلاقي ان انا محتاج 0.02 مول من الاتش سي ال. طيب انا كده جبت الايه النمبر اوف مولز، وهو مديني المولاريتي وعايز الفوليوم. طيب يعني ايه مولاريتي؟ قلنا يعني كل 0.1 مول دايبين في 1 لتر اللي هو 1000 ملي. طب انت عندك 0.02 مولز هيبقوا موجودين في كام ملي؟ ريشيو تاخد ال 0.02 تايمز ال 1000 اوفر ال 0.1 هتطلع 200 ملي. What is the volume of 1 molar sulfuric acid which is required to neutralize 10 milli of 1 molar potassium hydroxide? نفس فكرة السؤال اللي قبله بالظبط، السؤال اللي بعده نفس الفكرة برضه بالظبط، السؤال اللي بعده نفس الفكرة بالظبط. الناس اللي قاعدة تستعجل على الهومورك، اكتب الرياكشن يا باشا. H2SO4 على بوتاسيوم هيدروكسيد هيدينا بوتاسيوم سلفيت. الكلام ده كله هيطلع بنسبة 100% غلط لو انت كتبت الكومباوند الفيلنس بتاعه غلط او عملت بالانس غلط. كل واحد مول بيحتاج 2 مولز، اديني جبت ريشيو. عندي البوتاسيوم هيدروكسيد 10 ملي في 1 مولر، خد المولاريتي تايمز الفوليوم يطلع لك النمبر اوف مولز 10 ملي على 1000 عشان احولها لليتر تايمز ال 1 مولر هيطلع 0.01. يعني هحتاج من السلفوريك اسيد 0.005 cross multiplication، جبت النمبر اوف مولز، وانا عايز هنا الفوليوم بتاع الواحد مولر. واحد مولر يعني مول في الالف ملي اللي هو مول في اللتر. طب لو انا عندي 0.005 مول يبقى انا محتاج كام ملي؟ هنعمل تايمز 1000 هلاقي نفسي محتاج 5 ملي. هنا نفس الفكرة بالظبط، نكتب بس الإيكويشن. ونظبط البالانس بتاعنا. وهنشتغل بنفس السيكونس بتاع المسألة اللي فاتت. دي برضو نفس الفكرة، نكتب الإيكويشن. وهنشتغل بنفس السيكونس بتاع المسألة اللي فاتت. طيب 250 ملي of 3 مولر هيدروكلوريك أسيد added to 2 molar hydrochloric acid. What is the concentration of the resulting solution? طيب يعني انت حطيت اتنين concentrations مختلفين بفوليومز مختلفة من الهيدروكلوريك اسيد. بص يا باشا بقى تعمل ايه، تجيب لي النمبر اوف مولز هنا والنمبر اوف مولز هنا. 250 ملي يعني 0.25 لتر تايمز 3 مولر، تجيب لي النمبر اوف مولز بتاع اول اتش سي ال حضرتك حاطه يعني 0.75 مول،
وعندك 0.35 لتر في 2 مولر هيدروكلوريك أسيد، يعني 0.7 مول، يعني التوتال نمبر اوف مولز اللي حضرتك هتحطه 1.45 مول. طب ال 1.45 مول دول لما انا حطيت الكميات على بعضها محطوطين في قد ايه؟ محطوطين في 250 مللي على 350 مللي، يعني 600 مللي، يعني 0.6 لتر، اللي هو توتال الفوليوم اللي فيه توتال المولز. انت عايز الكونسنتريشن، يعني عايز المولاريتي، يعني عايز النمبر اوف مولز ان 1 لتر. اشتغل يا باشا على الريشيو، تاخد ال 1.45 اوفر 0.6 هتطلع 2.416 مول، يعني 2.42 مولر، اللي هو النمبر اوف مولز لكل لتر، اللي هي الكونسنتريشن اللي هي المولاريتي. I'm adding 10 ملي of 0.5 مولر سلفوريك اسيد to 5 ملي of 2 مولر صوديوم هيدروكسيد. A neutralization reaction occurs because طيب I'm adding 10 ملي of 0.5 مولر سلفوريك اسيد to 5 ملي of 2 مولر صوديوم هيدروكسيد solution. Neutralization reaction occurs because. طب حضرتك لما بتحط السلفوريك اسيد على الصوديوم هيدروكسيد بيطلع لك صوديوم سلفيت وميه، ولما بتعمل بالانس بتلاقي ان كل واحد مول من السلفوريك اسيد بيحتاج 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد بريشيو 1:2. طيب تعال نبص على الكميات اللي هو مديها لنا، 10 مللي يعني 0.01 لتر تايمز 0.5 مولر، يعني 0.005 مول من السلفوريك اسيد، حطهم على 5 مللي يعني 0.005 لتر تايمز 2 مولر ب 0.01 مول من الصوديوم هيدروكسيد، يعني حاطط لي نفس الريشيو اللي هي 1:2، يعني دول كلهم هيحصل لهم كونسامبشن عشان يدوني ميه اللي هي نيوترال، يعني عدد الاتش اللي موجود هيبقى ايكوال لعدد الاو اتش اللي موجود. وهنا لما باخد 2 من الصوديوم هيدروكسيد لواحد من الاتش 2SO4، يعني واحد اتش 2 باتش 2، و2 هنا او اتش يعني 2 او اتش، فالعدد تساوى فطلع لي ميه بالتساوي فبقى نيوترال. يبقى النمبر اوف هيدروجين مولز هيبقى قد النمبر اوف هيدروكسيد مولز، لان الريشيو مظبوطه، مفيش واحد خلص والتاني اتبقي منه. If 30 مللي of 0.2 مولر سلفوريك اسيد نيوتراليزز فوليوم اوف 0.6 مولر بوتاسيوم هيدروكسيد، سو ذا فاليو اوف ذا فوليوم هتساوي ايه؟ اسئله متعاده. نعمل البالانس بتاعنا، يبقى كل واحد مول محتاج 2 مول، تاخد الفوليوم في المولاريتي، تجيب الاسيد بتاعك تعمل كروس مالتيبليكيشن، تقوم جايب النمبر اوف مولز بتاع البوتاسيوم هيدروكسيد. البوتاسيوم هيدروكسيد الكونسنتريشن بتاعه 0.6 مول في الليتر، يعني في الالف ملي. تشوف الاكس بتاعتك دي هتحتاج فوليوم قد ايه على نفس الريشيو عشان تطلع نفس المولاريتي، يعني تعمل كروس مالتيبليكيشن، تاخد الاكس تايمز 1000 اوفر ال 0.6 هتطلع 20 مللي، 2.4
2.5 liter of hydrochloric acid react completely with 100 gram of 85% pure calcium carbonate. عايز ال concentration of the acid used. طيب 100 جرام of 85% pure calcium carbonate، يعني انا مش هرياكت مع ال 100 جرام كلهم، انا رياكت مع 85 جرام منهم اللي هم كالسيوم كربونات البيور. 85 جرام اللي هو الماس هو 85% من 100 جرام، يعني 85 جرام، يبقى ده الماس بتاعي. والمولر ماس بتاع الكالسيوم كربونات 100 وما تتلخبطش، يعني نمبر اوف مولز هيطلع 0.85 مول. طيب هيدروكلوريك اسيد هيرياكت مع كالسيوم كربونات عشان يديني كالسيوم كلورايد و H2CO3 وكده بقت بالانسد. كل 2 مول محتاج 1 مول، انت معاك 0.85 مول، تعمل كروس ملتيبليكيشن تطلع النمبر اوف مولز هنا، والكونسنتريشن ايكوال اللي هي المولاريتي نمبر اوف مولز اوفر فوليوم، النمبر اوف مولز اللي طلع لك تاخده اوفر الفوليوم اللي انا مديهولك جيفن، هتطلع المولاريتي اللي هتطلع 0.68. زيرو بوينت فور فايف جرام اوف مينرال اسيد هوز مولر ماس ايكوال 90 جرام بير مول از كومبليتلي نيوترالايزد ويز 20 ميلي of 0.5 molar KOH. What is the number of replaceable hydrogen atoms in one molecule of this acid? طيب 20 ملي من 0.5 molar KOH، يعني هنعمل ال 20 over ال 1000 عشان نطلع النمبر ومولز، لازم نشتغل الفوليوم بالليتر، يعني 0.02 مول، والمولاريتي بتاعتي 0.5، يعني 0.01 مول من ال KOH. مقابل 0.5 جرام اوف مينرال اسيد المولر ماس بتاعه 90، يعني مديني الماس والمولر ماس، يعني ممكن اجيب النمبر اوف مولز اللي هي بتساوي ماس اوفر مولر ماس، يعني 0.45 اوفر 90، يعني 0.005 مول من الاسيد، يعني الراتيو 1:2، يعني عندي 2 او اتش هيتفكوا من البيز مقابل 1 اتش من 1 مول من الاسيد، وهنا 2 او اتش لازم يتفكوا قدام 2 اتش، يبقى كده الاسيد ده فيه اتش تاني، لان الريشيو 2:1، يبقى انت فكيت 2 او اتش لازم تفك قدامهم 2 اتش. طب انت عدد المولز 1، يبقى اكيد الاسيد المول الواحد فيه اتش تاني، يبقى ال 1 مول فيه 2 ريبليسبل هيدروجين اتومز. What is the substance which is completely consumed throughout the titration process؟ الستاندرد سوليوشن ده اللي بيبقى موجود في البيوريت فوق، ده اللي بنوقف نزوله لما الرياكشن بيخلص، يبقى السبستنس او السوليوشن اللي الكونسنتريشن بتاعه هو انون اللي موجود جوه الكونيكال فلاسك هو اللي بيخلص في التيتريشن. بيخلص من ايه؟ من الستاندرد اللي في البيوريت، واول ما بيخلص انا بقفل البيوريت.
One of the components of a certain powder detergent is sodium bicarbonate. On titrating a solution containing 1 gram of this powder, it took 7.15 milli of 0.1 sulfuric acid to reach the end point. So if sodium bicarbonate is the only component in this detergent that can react with sulfuric acid, what is the percentage, the mass percentage بتاعته في الديترجنت؟ ماشي، يبقى انت عندك صوديوم باي كربونات هتحطه على سلفيريك اسيد، ادي صوديوم باي كربونات، وما نلخبطش بين الكربونات والباي كربونات، هنحطه على سلفيريك اسيد هيدينا صوديوم سلفيت وكربونيك اسيد. مش لازم نفكها يا جماعه، الكربون دايوكسيد ووتر انا مش محتاجها اصلا، انا عايز اعمل بالانس بس. هنحط هنا 2 وهتبقى الاكويشن بالانسد ولا مش بالانسد؟ لا، هنحط هنا كمان 2 وكده تبقى الاكويشن بالانسد. يعني كل 2 مول من الصوديوم بايكربونات احتاجه 1 مول من السلفيريك اسيد. حضرتك حاطط قد ايه سلفيريك اسيد؟ تاخد الفوليوم اللي هو 7.15 over 1000 عشان تحوله لليتر، وتعمله multiply by المولاريتي اللي هي 0.1 عشان تجيب النمبر اوف مولز اللي هيطلع 0.123715 مول. بناء على ان الريشيو هنا 2 to 1، نعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني البوينت 0.00715 دي نعملها تايمز 2 over 1، هيطلع لي ان انا عندي 0.00143 مول من الصوديوم باي كربونات. يبقى انا كده جبت النمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. هو مديني المولر ماس ب 84 وانا معايا النمبر اوف مولز، يعني الماس هيساوي النمبر اوف مولز اللي طلع ده اللي هو 0.00143 تايمز المولر ماس اللي هو 84، يطلع الماس 0.12012 جرام. يبقى ده الماس اللي ايه اللي عندي من الواحد جرام ديترجنت. عايز الريشيو، تاخد بقى الماس بتاع الصوديوم بايكربونات لوحده over التوتال ماس تايمز 100، يعني تاخد الرقم اللي طلع ده over التوتال ماس ب 1 تايمز 100 تطلع البرسنتج ب 12.012%، يعني 12%. نمبر 18، to titrate 20 ملي of 1 مولر HCl it requires the amount of sodium hydroxide solution whose volume is 40 متر ملي متر L. What is the concentration of sodium hydroxide used in this titration؟ ماشي يا باشا، حطينا ال HCl على الصوديوم هيدروكسيد، تهيألي خلاص عرفنا طريقة الحل بتبقى ماشية ازاي. هيدينا صوديوم كلورايد أكنك في أولى ثانوي بالظبط، ووتر الريشيو هنا 1 to 1، احتاجت 20 ملي من 1 مولر HCl، هتاخد الايه فوليوم في الكونسنتريشن تطلع النمبر اوف مولز. متنساش تقسم الملي على 1000 للمره المليون، يعني هيبقى عندك 0.02 تايمز 1 ب 0.02 مول، هيحتاجوا من الصوديوم هيدروكسيد 0.02 مول من الصوديوم هيدروكسيد. يبقى انا عرفت النمبر اوف مولز من الصوديوم هيدروكسيد اللي الفوليوم بتاعه 40 ملي. عايز الايه الكونسنتريشن، الكونسنتريشن هو النمبر اوف مولز بير لتر، يعني النمبر اوف مولز ديفايدد الفوليوم، وما تنساش تقسم ال 40 على ال 1000، هتطلع ب 0.04، يعني هتبقى هاف مولر من الصوديوم هيدروكسيد. What is the volume of 0.2 molar sulfuric acid required to titrate 500 milli of sodium hydroxide solution
whose strength equal 1.2 جرام بير لتر. ماشي، انت عرفتني هو كام جرام بير لتر. انا ممكن احول الجرام ده لنمبر اوف مولز واجيب مولاريتي، يعني انا كل واحد لتر فيه 1.2 جرام. طب ال 1.2 جرام دول كام مول؟ يبقى انت جبت المولاريتي، ما هي في اللتر برضو. طيب الصوديوم هيدروكسيد يعني واحدة ان ايه وواحدة او وواحدة اتش، يعني هناخد ال 23 بلس ال 16 بلس ال 1 يعني 24 بلس 16 يعني 40. ده المولر ماس. انت عندك ايه 1.2 جرام، تاخد الماس اوفر المولر ماس يعني ال 1.2 اوفر ال 40 يطلع لك 0.03 مول. يعني انت عندك 0.03 مول في كل مول في كل واحد لتر، يعني 0.03 مولر. وهو ده معنى كلمة مولر او معنى كلمة مولاريتي، النمبر اوف مولز اللي مدايب في لتر. يبقى انا جبت المولاريتي ب 0.03 بتاعت الصوديوم هيدروكسيد. طيب انت حاطط على الصوديوم هيدروكسيد سلفوريك اسيد، نرجع بقى نشتغل الايكويشن بتاعتنا ال H2SO4، هنحطه على الصوديوم هيدروكسيد عشان يديني صوديوم سلفيت وميه، والبالانس بتاعنا اهو كل واحد مول بيحتاج 2 مول، يعني الريشيو 1:2:2. طيب انت عندك 500 مللي من 0.03 مولر صوديوم هيدروكسيد، خد المولاريتي في الفوليوم، يعني خد ال 0.03 دي تايمز 500 مللي يعني نص لتر، هيبقى عندك من الصوديوم هيدروكسيد 0.015 مول. يعني هيبقى عندك من السلفوريك اسيد تعمل ديفايد 2 عشان الريشيو بتاعتك 1:2، هيبقى عندك 0.0075 مول من ال H2SO4. يبقى انا كده عرفت النمبر اوف مولز بتاع السلفوريك اسيد، ومعايا المولاريتي اقدر اجيب الفوليوم. ما هي المولاريتي عباره عن ايه؟ نمبر اوف مولز اوفر فوليوم. يعني الفوليوم هيساوي النمبر اوف مولز اوفر المولاريتي. النمبر اوف مولز انت طلعته 0.0075 والمولاريتي هو مديلك في المسألة 0.2، يبقى عندك 0.0375 لتر. يديك الاجابات بالملي، يعني تعمل تايمز 1000 يعني 37.5 ملي. What is the mass of sodium hydroxide required to neutralize 1500 ملي من 0.1 مولر HCl؟ HCl هنحطه على الصوديوم هيدروكسيد. مسائل كلها متكررة، خلاص الفكرة بقت ثابتة. هيدينا صوديوم كلورايد ووتر والمسألة بالانسد، يعني الريشيو 1:1. انت واخد من ال HCl لتر ونص في 0.1 مولر، يعني 1.5 ده الفوليوم بنشتغل بالليتر تايمز 0.1، يعني عندك 0.15 مول من ال HCl، فبالتالي هيبقى عندك 0.15 مول من ال NOH بناء على الريشيو بتاعتنا. انت عايز الماس بتاع 0.15 مول دول، لان هو عايز هنا الماس. number of moles equal mass over molar mass. انت عايز الماس، يعني هتاخد النمبر اوف مولز تايمز ماس تايمز مولر ماس. النمبر اوف مولز 0.15 والمولر ماس بتاع ال ان اي او اتش بي 40، يعني هتاخد ال 0.15 دول تايمز 40 هيطلع 6 جرام. ونقدم 25 ملي صوديوم هيدروكسيد سوليوشن تو 50 ملي سلفوريك اسيد. All reactants are consumed. Which of the following statement represents the concentration of each of them? طيب صوديوم هيدروكسيد كتبنا الايكويشن دي 1000 مرة، مع السلفوريك اسيد بتبقى الريشيو 2:1، يعني لازم عدد المولز بتاع صوديوم هيدروكسيد يبقى دبل عدد مولز ال ايه؟ سلفوريك اسيد.
طيب انا مديك الفوليوم بتاع الصوديوم هيدروكسيد 0.25 لتر، وهنا 0.05 لتر. طيب الـ number of moles هيبقى 2x، وهنا x، وادي الـ volume محتاج المولاريتي. المولاريتي بتساوي الـ number of moles على الـ volume. طيب بالنسبة لل NaOH الـ number of moles هيبقى 2، والـ volume هيبقى 0.025، يعني هنعمل 2 على 0.025، هتطلع المولاريتي هنا 80. وبالنسبة للأسيد هناخد الـ number of moles اللي هو 1 على الـ 0.05، يعني 20، يعني المولاريتي بتاعت الـ NaOH، مش عارف اكتب فين بصراحة، الـ NaOH والـ H2SO4 المولاريتي بتاع ده مقابل المولاريتي بتاع ده هتبقى 80 لـ 20، يعني 4 2 1، يعني مولاريتي الأسيد هتبقى ربع مولاريتي البيز، أو مولاريتي البيز 4 مرات مولاريتي الأسيد، يعني concentration of sodium hydroxide equals 4 times ال sulfuric acid. ما عنديش الـ number of moles بس عندي الـ ratio، ممكن اشتغل 2x و1x واحسبها. What is the standard solution which is used in calculation of the mass percentage of sodium chloride in pure blend of sodium chloride and sodium carbonate؟ طيب انت عايز ايه الستاندرد اللي هتستخدمه علشان تعرف الماس بتاع الصوديوم كلورايد في بيور بلند من الصوديوم كلورايد والصوديوم كربونات؟ اكيد مش هستخدم ولا حاجة فيها كربونات ولا حاجة فيها صوديوم. انا ممكن استخدم ال HCl، فال HCl هيرياكت مع الصوديوم كربونات ويطلع كربون دايكسايد ويعمل افرفيسنس. ومش هيرياكت مع الصوديوم كلورايد اصلا، فاقدر اعرف عندي صوديوم كربونات قد ايه، وبناء عليه اقدر اعرف عندي صوديوم كلورايد قد ايه لو انا عندي انفورميشن عن السامبل او الماس بتاع السامبل. انا هستخدم ال HCl لانه هيتفاعل مع الصوديوم كربونيت ومش هيتفاعل مع الصوديوم كلورايد. One gram sample of sodium carbonate containing impurities of sodium chloride. 35 mL 0.5 molar HCl are added into neutralize the remaining unreacted portion of the acid. 15 mL of 0.4 molar sodium hydroxide solution are used. What is the percentage of sodium
كلورايد ان ذا سامبل. السؤال ده يعتبر اصعب سؤال ممكن يجي في الجزء ده من المنهج، لان فكرته بصراحه حلوه جدا. انت حاطط صوديوم كربونات عليه صوديوم كلورايد امبيوريتيز، وعايز تعرف البرسنتج بتاعت الصوديوم كلورايد. نركز، انت عايز تعرف البرسنتج بتاعت الصوديوم كلورايد مش الصوديوم كربونات. طيب حطيت HCl، ال HCl هيعمل رياكشن مع الكربونات ومش هيعمل مع الكلورايد، فانا اقدر اعرف الكربونات قد ايه ومنه اقدر اعرف الكلورايد. بس خد بالك ان ال HCl اللي انت حطيته مش كله عمل رياكشن مع الكربونات، ده في منه جزء اتبقى عمل رياكشن مع صوديوم هيدروكسيد. شوف اللفه بقى، يبقى انت ال HCl ده رياكتد مع الكربونات ورياكتد مع الهيدروكسيد. عايز اعرف قد ايه منه رياكتد مع الهيدروكسيد، يبقى المتبقي رياكتد مع الكربونات ومنه اقدر اعرف فيه كربونات قد ايه ومنه اقدر اعرف فيه كلورايد قد ايه، وساعتها اجيب البرسنتج بتاعت الصوديوم كلورايد. طب يلا نحل مبدئيا كده. انت عندك صوديوم كربونات حطيت عليه HCl اداك صوديوم كلورايد و H2CO3. وطبعا اهم حاجة في الليلة دي الايه؟ البالانس. وعندك نفس ال HCl ده حطيته على صوديوم ايه؟ هيدروكسيد، اداك صوديوم كلورايد و ووتر، والحمد لله بالانس. الريشيو هنا 1:1. طيب يبقى انت حاطط يا باشا قد ايه صوديوم هيدروكسيد مع ال HCl المتبقي. حاطط 15 مللي من 0.4 مولر. 15 مللي دول يعني 0.015 في ال 0.4 مولر ب 0.006 مول من الصوديوم هيدروكسيد، فعمل رياكشن مع 0.006 مول من ال HCl. يبقى ده ال HCl اللي كان متبقي من التيتريشن اللي فات ده وعمل رياكشن مع الصوديوم هيدروكسيد. طب انت داخل اصلا بقد ايه HCl؟ 35 مللي من 0.5 مولر. 35 مللي يعني 0.035 لتر في نص مولر، يعني عندك 0.0175 مول من ال HCl. يا ريت نكون مركزين، ال 0.0175 مول من ال HCl دول عملوا رياكشن مع ال HCl، واتبقى منهم 0.006 مول عمل رياكشن مع ال NaOH. يبقى انا هشيل من الكميه دي 0.006 مول، يطلع لي 0.0115 مول، هم دول اللي عملوا رياكشن هنا. طيب الريشيو 1:2 يبقى فيه قد ايه من الصوديوم كربونات عمل رياكشن؟ 0.0115 divided 2 هيطلع 0.00575 مول من الصوديوم كربونات. الصوديوم كربونات اللي هو 2 Na وواحدة C وثلاثة او. يعني
يبقى المولر ماس بتاعه 46.12 و 48.106 مولر ماس. يبقى دي النمبر اوف مولز بتاع صوديوم كربونات والمولر ماس بتاعه 112. يبقى الماس بتاعه نمبر اوف مولز يكوال ماس على مولر ماس. يبقى الماس بتاع صوديوم كربونات الرياكتد هيساوي المولر ماس اللي هو 16 تايمز النمبر اوف مولز، يعني 106 تايمز 0.00575، يعني 0.6095 جرام. يبقى انت السامبل بتاعتك 1.41 جرام، هتشيل منها 0.6095 جرام بتوع الصوديوم كربونات، يطلع لك 0.8005 جرام من الصوديوم كلورايد اللي موجود. انت عايز بقى برسنتج الصوديوم كلورايد، تاخد الماس بتاع الصوديوم كلورايد ده اللي هو 0.8005 على التوتال ماس بتاع السامبل اللي هو 1.41، وتقوم عاملهم تايمز 100 عشان تطلع الايه البرسنتج بتاعته اللي هي هتطلع 56.77%. Some substance is extracted from some plants. Some substances extracted from some plants juices are used as chemical indicators which of the following substances cannot be used as an indicator. واحد هنا يا باشا في الاسيد بيبقى يلو وفي البيز برضو بيبقى يلو، هستخدمه كانديكيتور ليه؟ اذا كان لونه ما بيتغيرش بين الاسيد والبيز. Drops of several chemical indicators were added each indicator individually to four similar samples. Each sample contained mixture كذا sulfuric acid وكذا sodium hydroxide. What is the correct color of each indicator sample? طيب احنا عارفين sulfuric acid المرة 10,000 بيعمل reaction مع sodium hydroxide بratio 1:2. 40 ملي من نص مولر sulfuric acid، يعني 40 ملي هنعملها divided by 1000 ما ننساش تايمز النص مولر سلفوريك اسيد ب 0.02. الصوديوم هيدروكسيد 50 ملي نعملها divided by 1000 ما ننساش تايمز 0.4 مولر ب 0.02. يعني انت هنا حاطط الريشيو 1:1، انت المفروض الريشيو تبقى 1:2، يعني المفروض ان الاسيد كميته تكون نص البيز مش قده، يعني ال 0.02 دي من ال NaOH هتحتاج نص الكمية بس من الاسيد، فهيتبقى النص التاني، فالميديم هيبقى اسيدك. الميديم هيبقى اسيدك، يعني الميثايل اورنج هيبقى ريد، والفينول فيتالين هيبقى كالرلس، والليتمس هيبقى ريد، والبروموثايمول بلو هيبقى يلو. طيب when the substance A is heated with sodium hydroxide solution a gas is formed turn phenol fisalin color to B which of the following represents A and B. Substance A heated with sodium hydroxide هيطلع لي gas،
تخلي الفينولفثالين كولر بي. الفينولفثالين ده بيبقى بينك بيبقى كولرلس، بيبقى بينك في البيز وكولرلس في النيوترال ويل اسيد. مفيش في الاختيارات بينك اقرب حاجه للبينك ريد، يعني بلاش نضايق دماغنا. المهم ان هم عمره ما هيبقى لا يلو ولا بلو. يبقى انا عندي امونيوم سلفيت، عندي كالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات مع الصوديوم هيدروكسيد، او امونيوم سلفيت مع الصوديوم هيدروكسيد. امونيوم سلفيت مع الصوديوم هيدروكسيد هيدينا امونيوم هيدروكسيد اللي هيطلع لي امونيا جاز، والامونيا جاز ده بيزك، ده معلومه من ابتدائي ان الامونيا بيزك. هيبقى امونيوم سلفيت لان الامونيا جاز اللي هيطلع هيحول الفينولفثالين لايه؟ لبينك او لريد. Which of the following mixtures of solution turns the color of lomocymol blue indicator into green؟ البروموسايمول بلو يبقى جرين. هو البروموسايمول ده اصلا الوانه ايه؟ الوانه يلو في الاسيد وبلو في البيز وجرين في النيوترال. انت هتخلي لونه جرين يبقى انت عايز النتيجه اللي عندك تبقى نيوترال، يعني عدد الاتش قد عدد الاو اتش عشان يبقى فيه نيوتراليزيشن، ما يبقاش متبقي لا اسيد زياده ولا بيز زياده. طيب عشان نقصر وقت بس في الحسابات، تعالوا نبص على سي. 25 ملي من 0.1 مولر كي او اتش، 25 ملي يعني 0.025 تايمز 0.1 مولر يعني 0.0025 مول، و 25 ملي من 0.1 مولر يعني 0.0025 مول. عدد المولز متساوي، والكي او اتش مع الاتش سي ال البالانس بتاعهم هيبقى 1:1. هيبقى انت عندك 1 مول هنا و 1 مول هنا، يعني كل او اتش قدامها واحده اتش، يبقى انت كده نيوترال. One hundred milli of potassium hydroxide solution contains 12.6 gram of solute اللي هو البوتاسيوم هيدروكسيد، والميكسد with 100 ملي نيتريك اسيد contains 5.6 جرام of liquid nitric acid اللي هو الكونسنتريتد من غير اضافة الماية. What is the color of the solution would acquire when some drops of bromocyanol blue indicator are added to it؟ اكتب الايكويشن. بوتاسيوم هيدروكسيد هنحطه على نيتريك اسيد هيديني بوتاسيوم نيتريت وميه ومش محتاج بالانس، يعني الريشيو 1:1. طب يبقى انا محتاج اعرف النمبر اوف مولز بتاع البوتاسيوم هيدروكسيد والنمبر اوف مولز بتاع النيتريك اسيد. نمبر اوف مولز ايكوال ماس على مولر ماس، تاخد الماس بتاع البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو 12.6 على المولر ماس بتاعه اللي هو واحدة كي واحدة او واحدة اتش اللي هو 39.16:1 اللي هو 56. تاخد ال 12.6 divided 56 هيطلع لك من الكو اتش ده 0.225 مول. النيتريك اسيد عندك منه 5.6 ايه جرام، ده الماس بتاعه، والمولر ماس بتاعه واحدة اتش بواحد واحدة ان ب14 وتلاتة او ب48 هتطلع ب63. تاخد ال 5.6 over 63 عشان تطلع ال number of moles، هتطلع 0.08. وانت الريشيو بتاعتك 1:1، يعني ال 0.08 دي هتخلص مع 0.08 من هنا. خد بالك ان انت كمان موحد الفوليوم، يبقى انت هيبقى عندك اكسس من البيز، اكسس من البيز يخلي لك البروموثايمول بلو يبقى جرين ولا بلو؟ لا بلو، لان البروموسايمول بلو في البيزك ميديم بيكون لونه بلو
ده جرين في الايه؟ في النيوترال. It is possible to differentiate between bromocyanol blue and litmus indicator by using البروموسايمول بلو بيبقى ازرق في الاسيد والليتمس بيبقى احمر في الاسيد. حط H2S يا باشا. طيب ما ينفعش طبعا احط حاجه بيز انديكيت بيها لان هما الاثنين في البيز بيبقى لونهم بلو. والميكسينج 50 مللي او 0.2 مولر سلفوريك اسيد على 100 مللي 0.1 مولر صوديوم هيدروكسيد كونتيننج دروبس اوف ليتمس الكالر بتاع السوليوشن هيبقى ايه؟ السلفوريك اسيد بيرياكت مع الصوديوم هيدروكسيد بريشيو 2 to 1. طيب 50 مللي من السلفوريك اسيد هناخد 50 على 1000 في 0.2 يعني 0.01 ومية مللي من الصوديوم هيدروكسيد يعني 0.1 times 0.1 تانية يعني 0.01 يعني الريشيو 1 to 1 يعني المفروض ان البيز ده هيخلص مع نص كمية الاسيد ويتبقى شوية اسيد زيادة لان انا حاطط هنا الريشيو اعلى شوية اسيد زيادة وانت حاطط ليتمس فيبقى الكالر بتاع السوليوشن ريد. What is the choice that refers to the indicators which gives blue color in basic medium? الليتمس بيدي بلو في البيز، البروموسايمول بلو بيدي بلو في البيز، الفينولفثالين في البيز بيبقى بينك. يبقى البروموسايمول والليتمس. Which of the following gases can differentiate between methyl orange and litmus indicator when passed عليهم؟ ال methyl orange في الأسيد بيبقى red وفي البيز بيبقى yellow. والليتمس في الاسيد بيبقى ريد وفي البيز بيبقى بلو. يبقى انا ما ينفعش اعدي حاجه اسيدك، لازم اعدي حاجه بيزك عشان اقدر افرق. واتفقنا ان الامونيا جاز بيكون بيزك. وكده يبقى خلصنا الجزء بتاع الفوليومتريك اناليسيس بالانديكيتورز. ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني للجرافيمتريك اناليسز. خلاص كده يبقى اليونت خلص. يا رب بس نكون استفدنا بالفيديو ده وعرفنا طرق الحل السهله اللي مش محتاجه قوانين. الريشيو هتحل لك كل حاجه. شكرا يا جماعه، السلام عليكم.